واحد دخل معي في بحث قبل يومين أنه شنو الداعي أنتم تعتبرون أن الحسين على حق؟ نعم. قلت له خوش سؤال، أنت تقبل برسول الله؟ قال نعم أنا أعترف برسول الله. قلت تعترف بموسوعاتكم الحديثية والروائية؟ قال نعم. قلت له مثل أي كتاب؟ قال صحيح البخاري. قلت له ممتاز، في صحيح البخاري هناك روايات تصرح على أن الرسول الأعظم قال أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. قال له ما قال؟ قال لي هاي موجود. قلت له ما عندك مشكلة بينا. قلت له كيف يمكن أن يقتل شخصا سيد شباب أهل الجنة ونعتبره على حق؟ حسب تعبيرنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني قضايا لو أتكلم ويا ابني بديهية. أحسنتم، يقول إيه شلون يعني؟ فيكون هم القاتل وهم المقتول كلاهما على حق، شلون يصير؟ إلا أن تقول أن القاتل يعني يزيد وجهاز يزيد والأموية بشكل عام أن هي الحق، والحسين هو خارج على دين جده، خرج عن دين جده فقتل بسيف جده كما هي الفكر الأموي. يقول خب هذا راح يكذب رسول الله، راح يكذبه، تكذيب رسول الله كفر، شلون تكذب رسول الله؟ رسول الله يقول أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتاي. خب شلون؟ فهذا يثير العقل، يعني يثير التفكر، يثير التنبه. مجالس الحسين في استعراض قضية الحسين وبيان منطلقاتها وأهدافها ونتائجها، هذه تنمي عند الإنسان الواعي، الإنسان الملتزم، على أننا على بصيرة من أمرنا، على أن نكون على بصيرة من أمرنا.